وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا إلى هذه التغطية. صباح الخير أستاذة مريم وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير. إذن هي تحديات واجهتها الدولة قبل 10 سنوات سابقة، تحديات أوجدت لها حلول لتعبر بهذا الاقتصاد إلى بر الأمان. لو توضح لنا في البداية أبرز هذه التحديات التي واجهتها الدولة المصرية. طبعا كان التحدي الرهيب والكبير هو القضاء على الإرهاب، والحقيقة ده اللي تم على مدار السنوات الأولى للفترة اللي أعقبت طبعا 2013. والحقيقة طبعا بعد البناء، بعد مرحلة الإرهاب بتيجي عملية البناء والتنمية. والحقيقة الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة اللي هي بتدشن إلى يعني عقد اجتماعي اقتصادي سياسي جديد للمواطن المصري، كان في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وبعد كده تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإحداث التنمية المتكاملة القطاعية في كل قطاعات الاقتصاد المصري. والحقيقة طبعا برنامج الإصلاح الاقتصادي كان استهدف في المرحلة الأساسية في 3 نوفمبر 2016 بداية هي إصلاح تشريعي وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكمان تهيئة مناخ الأعمال الخاص بالإصلاحات الضريبية والإصلاحات الجمركية وبرنامج الإصلاح النقدي اللي كان البنك المركزي بينتهجه، وإصلاح التشوهات اللي كانت موجودة في سعر الصرف، وإعادة تعبئة الموارد الخاصة بالاحتياطي من النقد الأجنبي، والوصول بالأرصدة إلى أكثر من 45 مليار دولار في نقطة زمنية بعد برنامج الإصلاح النقدي. والحقيقة طبعا برضو بعد المرحلة دي أعقبها إصلاح قطاعي في قطاعات زي النقل، وطبعا إنشاء أكثر من 7000 كيلو من الطرق والكباري الجديدة، والحقيقة طبعا إنشاء كمان 24 مدينة ذكية في الظهير الصحراوي للمحافظات علشان تستوعب الزيادة السكانية. احنا بنتكلم على 10 سنين من 2014 حتى الآن. نعم. تقريبا الدولة المصرية زادت ب 25 مليون مواطن، وده رقم كبير جدا في الزيادة السكانية، وبالتالي كان لازم إنشاء مدن جديدة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية. المرحلة الثانية أو المحور الثاني هو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، وطبعا قيادة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو 6 و7% تدريجيا خلال المرحلة المقبلة. وأهمها كان وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحقيقة دي بتستهدف كمان توسيع أو زيادة دور وتعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. والحقيقة طبعا في قطاعات استراتيجية، برنامج الطروحات الحكومية، احنا بنتكلم على ان زيادة مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد خلال الثلاث سنين المقبلة ل 65% يكون مساهم في يعني فرص العمل، مساهم في النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة. عندنا برنامج الطروحات الحكومية 32 شركة سيتم طرحها تباعا في البورصة المصرية، سواء عن طريق الطروحات العامة الأولية في البورصة المصرية أو عن طريق الشراكات مع مستثمرين استراتيجيين طبعا محليين وعرب وأجانب. طبعا في كمان إجراءات إصلاحية داعمة للنمو الاقتصادي، وكمان النمو الهيكلي اللي بيستهدفها الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. احنا بنتكلم على تنمية كمان المشروع القومي للطرق، بنتكلم على المحاور على النيل الخاصة ب 25 كيلو متر بين المحور والمحور الذي يليه على امتداد نهر النيل حتى التنمية كمان في جنوب الصعيد. بنتكلم كمان على المناطق الخاصة، المناطق اللوجستية في محور قناة السويس، ودي من بعتبرها من أهم بالطبع. المشروعات القومية. نعم. هي مشروع تنمية قناة السويس. بنتكلم على ثلاث محافظات، الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، مناطق لوجستية متكاملة وست مواني بتخدمها هذه المنطقة، يعني ست مواني على ثلاثة منهم على البحر الأحمر وثلاثة على البحر المتوسط. تطوير سكك حديد مصر، والحقيقة بنشوفها برضو من المشروعات المهمة جدا، لأن احنا بيتم إنشاء القطار السريع، وده قطار تنمية متكامل هيكون مسؤول عن نقل البضائع وطبعا الركاب، بس نقل البضائع من المواني الخاصة ب
على البحر الأحمر والبحر المتوسط إلى مناطق الاستهلاك والتوزيع، وطبعا يعني بيقلل الزمن اللي كان بيستغرقه نقل البضائع من مواني إلى مناطق الاستهلاك سواء في الوجه البحري أو الوجه الإبلي. كمان في قطاعات زي القطاعات الطيران المدني، إنشاء ميدان أو إنشاء مطار وميناء السفنكس الدولي، تطوير مطار شرم الشيخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لعشرة مليون راكب سنويا، مطار سانت كاترين والتنمية اللي موجودة في سيناء وصرف على مدار العشر سنين اللي فاتت أكتر من 750 نعم بالتأكيد هي مشروعات تنموية كثيرة تصب في الأول والأخير في صالح المواطن المصري. نستأذن حضرتك أستاذ أحمد للبقاء معنا ونعود لاستكمال هذا الحديث، ولكن الآن نذهب لعرض معلوماتي عن أبرز الإنجازات التي تحققت بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي. وبالعودة لحضرتك أستاذ أحمد يعقوب، ولو توضح لنا كيف تحول اقتصاد مصر ليصبح اقتصادا انتاجيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الحقيقة في تنمية زراعية صناعية بتتم كمان سياحية في الثلاث قطاعات المهمة دي، قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع السياحة. طبعا مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، بالإضافة إلى إنشاء تجمعات إندستريال كلاسترز أو إندستريال باركس، تجمعات صناعية في المدن الجديدة والتوسعات الخاصة بالمدن القائمة، زي احنا بنشوف واحد من أهم المصانع اللي بتنشأ في الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية في كل الصناعات المغذية والصناعات المتكاملة في منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى التوسعات الخاصة بالمدن بالفعل المدن الصناعية زي مدينة العاشر من رمضان، زي مدينة السادات، زي كمان الظهير أو المدينة الصحراوية، المدينة الصناعية اللي موجودة في الظهير الصحراوي للعالمين الجديدة اللي فيها صناعات للبتروكيماويات وغيرها من الصناعات، صناعة السيليكون، ودي بتوفر كمان في أولا تمكين القطاع الخاص، تاني حاجة زيادة العمالة والتوظيف في قطاعات صناعية مهمة وقطاعات زراعية مهمة، بالإضافة إلى زيادة المكون المحلي وكمان الاهتمام بالمنتج المصري وزيادة ما ينتج من السلع والخدمات داخل الاقتصاد المصري، وبالتالي ده بيزيد من المعروض من السلع اللي موجودة في الاقتصاد المصري والفائض للتصدير. وهذا القطاع المهم قطاع الزراعة والصناعة بيصدر للخارج، احنا بنتكلم على السنة اللي فاتت 53 مليار دولار صادرات مصرية، تدريجيا ترتفع هذه الصادرات إلى دول العالم المختلفة إلى 100 مليار دولار، وطبعا بداية من 2024 كمان انضمام مصر لتجمع البريكس بلس، ده هيدعم الاقتصاد المصري وهيدعم كمان الشراكات التجارية اللي مصر تعقدها مع الاقتصادات الناشئة والاقتصادات الأكثر نموا في العالم. قطاع السياحة من القطاعات الواعدة جدا، ومصر بلد سياحي مهم على خريطة السياحة العالمية، مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا من المستوى الحالي اللي هو متوقع في 2023 15 مليون سائح، وبالتالي احنا بنتكلم على تنمية زراعية صناعية سياحية متكاملة بتراعي خصوصية المحافظات المصرية، بتراعي خصوصية كمان المناطق الجغرافية وإحداث التنمية المتكاملة. بالإضافة ده يا أستاذ مريم كمان في حاجة مهمة جدا
وهو مشروع حياة كريمة، وده واحد من أكبر المشروعات التنموية في تاريخ مصر بميزانية تتجاوز التريليون جنيه، يعني 1000 مليار جنيه. لكمان احنا في مرحلة البناء في مرحلة التنمية، يعني 60 مليون مواطن مصري بيصلهم برنامج حياة كريمة، وبيستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في كل قرى مصر، أكثر من 4500 قرية ضمن برنامج حياة كريمة. بيستهدف كمان تحسين مستوى خدمات القطاع زي قطاع الكهرباء، قطاع المياه والصرف الصحي، قطاع التليفونات والإنترنت فائق السرعة. بنتكلم على كمان تنمية في قطاعات الطرق. يعني مفيش مواطن بيشوفنا دلوقتي عبر إكسترا نيوز غير وبيلاقي جنب بيته أو في المنطقة اللي بيستخدمها يوميا بين شغله وبين بيته بيلاقي فيه تنمية وبيلاقي فيه تطوير لكل الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى قطاع مهم جدا زي قطاع التعليم وزي قطاع الصحة. كمان لما نتكلم في الموازنة العامة للدولة 2023-2024 بنتكلم على ميزانية قطاع التعليم 230 مليار جنيه، بنتكلم على ميزانية قطاع الصحة 397 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية اللي بدأت من شهر يوليو الماضي. وبالتالي قطاع زي الصحة وزي قطاع التعليم بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى المبادرات في قطاع الصحة اللي هي مبادرة 100 مليون صحة، المبادرات الخاصة بالقضاء على فيروس سي، غيرها من المبادرات الخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض، دي كلها بتستهدف يعني رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، لأن أسس بناء النيورو بابليك أو الجمهورية الجديدة أولا بتستهدف بناء الإنسان المصري وتطوير مستوى الخدمات المقدمة ليه. برنامج إصلاح اقتصادي شامل، برنامج إصلاح هيكلي شامل بيركز على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، لإحداث كمان نقلة في أداء الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو تدريجيا إلى 6 أو 7% في وسط عالم في تحديات اقتصادية غير مسبوقة بتواجه الاقتصاد. نعم أستاذ أحمد، وعلى ذكر هذه التحديات والأزمات العالمية التي تواجه العالم ليس فقط مصر، برغم كل هذه التحديات سجل النمو الاقتصادي المصري لعام 2023-2024 4.1%، إلى ما ترجع هذا النجاح الكبير؟ الحقيقة برنامج الصحة الاقتصادي من 3 نوفمبر 2016 حتى الآن هو هيئ البيئة للاقتصاد المصري، سواء البيئة التشريعية أو الإصلاح الضريبي والجمركي أو الإصلاح النقدي اللي تم في منظومة سعر الصرف، ويعني إيجاد آلية صرف مرنة للجنيه أمام الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات، وإعادة تعبئة الاحتياطي من النقد الأجنبي والوصول ببعض الشهور إلى 45 مليار دولار إجمالي الأرصدة. دي كلها عن طريق برامج الإصلاح الاقتصادي المتكاملة والمتتالية واللي بتتم حتى النهاية، هو اللي هيئ مناخ الأعمال المصري لاستقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. مصر بتستهدف خلال الأربع سنين القادمة استثمارات أجنبية مباشرة أو Foreign Direct Investment بقيمة 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات، يعني بمعدل 10 مليارات دولار سنويا. بتستهدف في المقام الأول تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، تمكين الشركات بكل أشكالها إن هي تكون محركة لسواء التوظيف، عملية التوظيف أو كمان عملية إيرادات، زيادة موارد الدولة عن طريق إيرادات من إنتاج حقيقي. يعني إيه إنتاج حقيقي؟ إنتاج زراعي صناعي، إنتاج خاص بالقطاعات اللي هي الاقتصاد الملموس. كمان في قطاع غاية في الأهمية أستاذة مريم، هو قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. ومصر عندها ميزة نسبية إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى واحد من أهم المناطق أو المركز الإقليمي للطاقة، بيعتمد على الجرين هيدروجين أو الهيدروجين الأخضر. إن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة إن تكون من أهم مراكز على مستوى العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر. عندنا محطة الضبعة الطاقة النووية، وده مصدر مهم جدا لإنتاج الكهرباء. عندنا واحد من أكبر مناطق إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهي محطة بنبان اللي موجودة في أسوان. وبالتالي مصر عندها رؤية إنها تكون مركز إقليمي للطاقة،
بيعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء. نعم بالتأكيد بالفعل تعمل الدولة المصرية على هذا الملف بكل ما تملك. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف.